في ناس لا بيتحملوا الفقر ولا بيتحملوا شنو الغنى ذاته ما بيتحمل. والله ما في القرآن كلهم في القرآن بتلقاهم. الأول في القرآن: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة أقل ابتلاء به. وفي ناس الغنى ذاته والخير برضو ما بيتحملوا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب شنو غفور. يعني انت بتسافر من هنا للبلد الثانية ظل بس ما في شمس، شوف الناس في نعم كيف، جنتان عن يمين وشمال، والمرأة تشيل قفتها تجي ماشية بس ولا بترمي لا حاجة والثمار نازلة، نعم شديدة. قالوا: لا رطبنا، نحن بالدارجة كذا رطبنا. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، دارين ندري شوية، ما بيتحمل النعمة ذاته ما بيتحمل. هسه في ناس كذا تلقاه في نعم وما متحملة، يقول لك أنا شغل زي ده دار اندرش. انت هذول عود نفسك لا تركبن طبقا عن طبق، الليله فقير وبكره غني بعد بكره ثاني ترجع فقير، ما تتضايق، لانه انت ما خلقوك عشان تبقى غني ولا فقير، ودي ما بيدك ذاته، بتسوي السبب بس. انت خلقوك عشان العباده، نجي الضي بس، نجي الضي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هكذا قال الله تعالى. ما اريد منهم من رزق وما اريد أن يطعمون. لكن كان مشيت فتشت، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن مشيت وقفت مع عادل غني وفقير وناي تدعب ساي وما بترتاح لا في الغنى لا في الفقر، والله ما بترتاح. هذول اربح 15 مليون أي التجارة اللي بعدها يخسر ثلاثة، يعني فاضل لكم 12، تلقى متضايق لك السوق ده ما بتاع، أنا والله قربت أخلي الشغلة يا أخي ما تصبر شوية. الله يدي عربية، عربية كان تعبان بالمواصلات يدي عربية تلقى متكيف، يقول لك والله الدنيا دي ماشية تمام بس الحمد لله. بكرة لو سير بس اتقطع، سير جوا اتقطع، هبش الشغلة دي. أنا ما بعرف هذا الناس، لكن هبشة كذي مشت بقت له صعبة يكورك. لقينا واحد ميكانيكي، واحد من أخواننا نحزه، المهم من أخواننا الكلام دامس اسمه علي الخير، ما بتعرفوه. بعدين العربية وقفت، جبنا ميكانيكا حيرنا مرة واحدة. أول شيء خدت السير غلط، هو بجازفة سائل الميكانيكا ونحن مضطرين. قلت لا علي الغريق، قالوا بيتعلق بقشة يتحمل، ومرات أنظر لي أنا وأنا سواقة ما بعرف زي الناس، أنظر لي جوا في المكان، يقول لي والله ود البدوي كده دخلت في أي تها. أقول لا أخي الشغلة دي لا فيها آية لا حديث، جاسفة زايق ما سير بس. والسير لو هو بي جاي ويجيبه بي غادي ومجلي، لما بيجليها كثير زول جلاها كثير، مشينا العيشة وجينا ولسه شغال سير واحد بس، سير واحد هو. في النهاية قال: يا جماعة أنا عندي كروريوس، وما قادر يقول بكالاريوس، ما قادر يقول، قال عندي كروريوس في الهندسة دي، وانت دكتور عند واحد، في دكتور واقف جنب عندك كروريوس في البشر، وما قادر يقول بكالاريوس. قال لي: انت بتهبش العيون ولا نحن ذاته الشغله دي عليك الله زح كلكم كذي بس خلوا لي الزول لك. وقفت معانا انا طبعا بضحكه، وقفت معاه نزل تحت وفرتك فوق، وفي النهايه جابه وجازفه وكذي. قال: يا جماعه الزول ما راسه بيضرب مرات وكذا وكذا وكذا. بعد انتهى خشينا في الدين برضه داري ينظر فيه. بنغنع في ساعة في الحجاب. في النهاية قال لي علي: أقول لك شيء، النار دي مش تزع أبواب، سبع أبواب، إن شاء الله يوم القيامة يدخلوني بين تشت تزع. قلت لا زول، الزول ده قفل زح منه خلاص، ما نصحنا نسوي له شنو، قبل قفل الشغلة دي جازفت بينا، هسي ثاني قفل في دخل. لذلك أنت تبتلى. الكلام ده يا جماعة ذكر لشنو؟ أنت الليلة بيصيبك الفقر وبكره الغنى، بعد بكره لما يجيك الفقر ما تجن، ما تقول انا بعد طلعت فوق وجيت تاني راجع تحت، والعربيه دي تعبت فيها عملت حادث،
ما أصير بتعمل ما أنت في الحياة دي. لقد خلقنا الإنسان شنو في كبد، فأنت تبتلى الإنسان يعود نفسه في الحياة دي يكون هم الأعظم رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، ويعلم أن قدر الله له خير، له خير. والتوكل معنى ذكر فيه أشياء، فيه شيئين، ذكر فيه شيئين. قال والتوكل معنى يلتئم، هذا التوكل يعني يتوكل يعني يتم ويتكون من أمرين ومن شيئين. قال والتوكل معنى يلتئم من علم العبد، دي واحد، من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده، ان تعلم ان الله يكفيك وان اختياره لك خير من اختيارك لنفسك. انت هزي بتستخير، داير بيد عمك بتستخير، العرس ما بتم، تزوج بيد خالك وديك افضل لك، تقبل داير ديك لكن دي افضل لك، ديك بتدعي بك. عشان كده بتستخير، في الاستخارة بتذكر ثلاثة أشياء، تذكر العلم والقدرة والفضل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وبعد خلاص الله يرضيك بالشيء تقول وبارك لي فيه زيدني، لأنه أنت بتجهل الشيء حقيقته اللي قدام شنو كذا وكذا وبيحصل لك شنو. عشان كده بتستخير، عشان كده بعد تستخير تاني ما في ندامة. طيب، فإذا علمت هذا الأمر قال وثقته أيضا يعلم، وبعد علمه يكون له ثقة، وبثقته يعني به يثق بالله سبحانه وتعالى ورضاه بما يفعله به ويختاره له. يعني التوكل ده يا جماعة بتمتين، أن تعلم أن اختيار الله خير لك من اختيارك لنفسك، وأن الله يكفيك سبحانه وتعالى لا يحويك لغيره، دي واحد علم. اثنين يكون عندك ثقة يقين. شكي ابن عثيمين قال في باب اليقين والتوكل في رياض الصالحين، قال قدم اليقين على التوكل لأن التوكل يأتي بعد اليقين. انت لو عندك يقين في الله صحيح وكامل بتتوكل. والحريري رحمه الله تعالى قال كما في مختصر شعب الإيمان للبيهقي، قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والرزق مقسوم. قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، ايوه، قال والدهر ذو دول والرزق مقسوم. اربع اشياء، العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم. والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه الذم والشوم. يعني الخير كله في اختيار ربك لك سبحانه وتعالى.